قصف بالطيران المروحي على مدينة الأطامنة بريف حماة الشمالي. الطيران المروحي يقصف مدينة الأطامنة بالبراميل المتفجرة. الطيران المروحي يقصف مدينة الأطامنة بالبراميل المتفجرة والدخان يتصاعد. 10/1/2015 ولا تزال الطائرة المروحي في أجواء مدينة الأطامنة بريف حماة الشمالي. قصف بالطيران المروحي على مدينة الأطامنة بريف حماة الشمالي. الطيران المروحي يقصف مدينة الأطامنة بالبراميل المتفجرة ولا تزال الطائرة المروحية في الأجواء.